بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله مع الدورة الفقهية الثالثة مع الدرس الثامن حكم الخنزير. احنا شنا في أول درس القواعد، شنا معنى القواعد ومصدر القواعد والعناصر ديال القاعدة، وشنا بعد ذلك الجماد والنبات، وشنا الحيوانات الحية والميتة. ودابا غادي ننتقلوا من ذكر الخاص بعد العام لأهميته، لأن الناس غادي يستغربوا كيفاش الخنزير تعتبر طاهر، كيفاش الكلب تعتبر طاهر، كيفاش الفار تعتبر طاهر، وهذو كلهم داخلين في القاعدة الفقهية كل حي طاهر. دابا حنا غادي نخصوا لهم واحد الدرس باش غادي تحد يحيدنا الغباء. وحتى الى صبنا شي كتاب من الكتب الفقهيه تقول نجسه، هي نحترم رايهم وسندهم، ولكن لنا نحن بالنسبه لهذا الاطار هذا ونحن نتحدث في مذهب الامام مالك، ها السند ديالو، ها الادله ديالو، فهي صحيحه ولو كانت مرجوحه، لانه الغرض غيكون عندي انا سند. بحال مثلا بغيت نبني دار، تيجيو باش يهدموا، علاش؟ تيتسمى بني عشوائي، غتهدم، فما بني على باطل فهو باطل. لا جا واحد باش غادي يهدمو لي يقول لي حبس، انا عندي الرخصه، ها هي، فهذيك الرخصه تيشوفها صافي، بمعنى ان عندك سند في البني ديالك، فانت في الاحكام ديالك، المعاملات ديالك واللي تدير عندك سند، غير ما تكونش عندك تقليد، غير انت غادي ديال الاسلام ديال الحل المدنيه، لا، عندك سند في المساله. فنجيو دابا حنا نشوفوا الخنزير عند المالكيه حكمه حيا وميتا. اولا نبداو بالتعريف ديال الخنزير، ماشي الماكله ديالو، الماكله ديالو باتفاق حرام، ولا الا قاسك بريوغو ولا شي حاجه، ولا هزيتي شي طرف منه ولا شي حاجه، هذا هو اللي تنتكلموا عليه بالنسبه للاعيان الطاهره. الخنزير تيتعتبر واحد الحيوان خبيث، تيقول الدميري الخنزير تيشترك ما بين الحيوانات البهيميه والحيوانات السبوعيه، فاللي فيه من جانب ديال السبوعية الناب والأكل ديال الجياف، واللي فيه من الجوانب البهيمية هو أكل ديال العشب والعلف، هذا هو الخنزير. فهاد الأحكام ديال الخنزير تدور على اعتبارات ثلاثة، الاعتبار الأول التحريم ديال اللحم ديالو وسائر الأجزاء ديالو، الاعتبار الثاني اعتبار النجاسة ديالو في عينه هو، في هو نفسه واش طاهر ولا لا، والاعتبار الثالث الاعتبار ديال الماليه ديالو. نبداو بالاعتبار الاول، تحريم اللحم ديالو وسائر اجزائه. اجمعت الامه بدون استثناء على حرمه اكل لحم الخنزير الا لضروره، والضروره تقدر بقدرها. الاعتبار الثاني النجاسه ديال الخنزير او الطهاره ديالو. ذهب المالكيه على حسب القاعده الفقهيه كل حي طاهر، لان الحياه عندهم هي العله في الطهاره، الى طهاره عين الخنزير حال الحياه، حي هو طاهر، وذلك لان الاصل في كل حي طهاره والنجاسه عارضه. فطهاره عينه، عينه ماشي العين دابا، اي هو طهاره الخنزير بسبب الحياة، في الحياة فهو طاهر، وكذلك طهارة عرقه ولعابه ودمعه ومخاطه، هذه كلها طاهرة. قصك فالحوايج ديالك نقيين، والمكان اللي قص فيه فهو نقي. الاعتبار الثالث المالية ديال، واش هذا دابا يصلح ولا لا؟ اتفقوا الفقهاء على عدم اعتبار الخنزير مالا، مالا متقوما. انا مشيت انا سميتو عندي واحد الخنزير وسرقوا ليا واحد ولا شي حاجه، ولا بغيت نعطيه ضمانه لشي واحد ولا شي حاجه، ولا واش مال متقوم في حق المسلمي، المسلم، احنا ما تهضروش على الكفار، المسلم ولا لا؟ ذلك ان اتفق العلماء على عدم اعتبار الخنزير مالا متقوما في حق المسلم، وذلك علاش؟ لان المال هو ما يمكن الانتفاع به شرعا في غير الضرورات. فماذا افعل بالخنزير؟ والخنزير حتى بالنسبه للدكات ديالو الا دكيناه لا يستفاد منه لشده نجاسته، لا بجلد ديالو ولا حتى شي حاجه، فلا يمكن الانتفاع به لنهي الشارع عن بيعه. هذا بالنسبه للخنزير. نجي نشوفوا الخنزير، جا واحد الماعون وداك الشيء مشى تيشرب فيه، هذا تيتسمى الصقر،
شنو الصقر؟ غادي يصيب الصقر ديال الهرة، الصقر ديال البنادم، الصقر ديال الخنزير، الصقر. شكون هو الصقر؟ الصقر في اللغة هو البقية من كل شيء، والفضلة منه، ويقال قد أسأرت من الطعام صقرا. خليت كليت 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 وخليت شي حاجة، إذا أبقيت منه بقية، هذاك صقر من الطعام. وفي الحديث إذا شربتم فأسئروا، إذا شربتم فأسئروا. الصقر عند الفقهاء هو ما يتبقى في الإناء، حيث نشوفوا الكتب ديال الفقه ونصيبوا الصقر، هذه الكلمة هذه أشنو هو؟ ما يتبقى في الإناء من الماء بعد ما تيشرب هذاك الشارب، واستعمل لما يتبقى في الإناء ونحوه من طعام وشرب. تقول النووي رحمه الله: ومراد الفقهاء بقولهم صؤر الحيوان طاهر أو نجس، أي لعابه ورطوبة فمه. بمعنى أن شنو هو الصؤر؟ بمعنى حيت مشى ما تياكلوش وما تيشربوش، هما بحال الشرب ديالنا، هما تيلحسوا الحيوان وداك الشيء. فلهذا حيت نقولوا الصقر، معنى داك الريوق ديالو اللي طاحوا تما، الرطوبه ديال الفم ديالو اللي طاح تمايا، واش هي نجسه ولا ما غير نجسه، اللي هي اللي تخلطات مع داك الماء. نجيو لمذهب المالكيه في صقر الخنزير. ذهب المالكيه إلى عدم نجاسة صقر الخنزير، وذلك لطهارة لعابه عندهم. الريوق ديالو، الدفال ديالو طاهر عند المالكية، وثبت غسل الإناء، وقد ثبت غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب تعبدا. قال لك إيوا، شكون هو اللي نقي؟ واش الخنزير ولا الكلب؟ والخنزير راه خانز أكثر من الكلب. فقال لك المالكية: لا، هذاك عبادة. بمعنى عبادة، ما فيهاش تعليل، ما تعللش. حيت قال لك سبعة المرات وآخرها بالتراب، ما تعللش علاش، عبادة. غادي تقول سمعنا وأطعنا. لهذا ثبت غسل الإناء إلى الحس فيه الكلب تعبدا، فلا يدخل فيه الخنزير. بمعنى أن القياس هنايا ما كاينش لعدم اتفاق في العلة. وفي قول آخر المالكية: ماشي بس ما كان يندب الغسل إلى دار احتياطيا. نجيو دابا للخنزير البحري، واحد الصقر ديال الخنزير طاهر تعبدا بالنسبة الاحتياطيا يندب، ولكن بالنسبة للأصل ديال اللعاب ديال الخنزير لكونه حي، فهو لعابه وعرقه ومخاطه كله طاهر. قصلي ما طرح حتى شي حاجة. نجي دابا الآن الخنزير البحري. الخنزير البحري تيتسول الإمام مالك على الخنزير البحري، وقال: أنتم تسمونه خنزيرا، أنتم ما سميتوه خنزير، يعني أن العرب لا تسميه بذلك، ما تسميش العرب بذلك. علاش؟ لأن لا تعرف في البحر خنزيرا، والمشهور أنه هو الدلفين. الدلفين. سيقول الربيع: سئل الشافعي رضي الله عنه ورحمه عن خنزير الماء فقال: يؤكل. وروى أنه لما دخل العراق قال فيه، معنى الشافعي، لأن الشافعي كان عنده مذهب مصر ومذهب العراق، وكل بلاد تتخذ واحد الحكم، لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال والنيات. شوف هكا، شوف الفهم الواسع. فلهذا حيث دخل العراق قال فيه: حرمه أبو حنيفة وأحله ابن أبي ليلى. وروى هذا القول عن عمر وعثمان وابن عباس وأيوب الأنصاري وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، والحسن البصري والأوزاعي والليث. وامتنع مالك أن يقول فيه شيئا، وأبقاه مرة أخرى على جهة الورع، ماشي قضية الحرام، لا، غير على الورع. وحكى ابن أبي هريرة عن ابن خيران أن أكارا صاد له خنزير ماء وحمله إليه فأكله، وقال كان طعمه موافقا لطعم الحوت سواء. وقال ابن وهب: سألت الليث، معنى على الخنزير البحري، بني شكون هو الليث؟ الليث بن سعد عنه، عن الخنزير البحري، فقال: إن سماه الناس خنزيرا لم يؤكل. معنى إلا سميه خنزير بمعنى راها هو غادي يتفق في العلة مع الآخر، لم يؤكل، لأن الله حرم الخنزير. سميه أنت شي حاجة أخرى باش يكون حلال. وهكذا نكون قد فهمنا تعليل المالكية لطهارة الخنزير وصقر الخنزير ولعاب الخنزير وعرق الخنزير
والسلام عليكم.